الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليه السلام، قال إني أجد في بدن الزوفاء، فقلت أعوذك بالله يا أبتاه من الزوف، فقول يا فاطمة إتني بنت سليماني فوطيني بي فاطيته بنت سليماني ووطيته بي وسلت أنظر إليه وإذا وجهه إدلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكموله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وكنت عليه السلام يا أم قرة عين وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليه السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكساء فدن له سعين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اقتره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شفيع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقول يا فاطمة إني أشم عندك رؤية طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم أوام ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليه السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لقائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلنقدمن جميعا تحت الكساء أخذك بي رسول الله بطرف الكساء وأبي يدري يمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وأسرتي وأمتي لهمهم لامي ودومهم دامي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وأدعو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أجمعين وأمر الرشد وتهنهم تدبيرا. وقال الله عز وجل يوم ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الله في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. وقال جبريل يا ربي أتأذن لي نحمد الله ليكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لكم. فهمت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين بهي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لي أمين إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وقال علي عليه السلام يا أبي يا رسول الله أخبرني ما نجلوس هذا تحت الكساء من الله عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بنحر نبي وسبقوني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في منحر مغافر أهل الأرض وفيه جم من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت إليهم الرحمة وأبت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى وين فرخوا. فقال علي عليه السلام إذا والله كنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني من حق نبي واستقوني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل بمحفل أهل الأرض وفيه جم من شيئتنا ومحبينا فيهم همهم إلا وخرج الله همه.
ولا مأمون إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقول علي عليه السلام دم الله يهدنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فوزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف مرضانا يا الله واشف مريض المصوص يا الله واستر عيوبنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله واغفر سيئاتنا يا الله واغفر لوالدينا يا الله واغفر أولادنا يا الله واصلح أمورنا يا الله وسلم مسافرين يا الله واقض حوائجنا يا الله واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله وتقبل أعمالنا يا الله واستجب دعانا يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب الحمید و هو اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا و ذی الانصاف الحمدللہ ہمسائے مجالس حیا کماتم آج ہماری یہ پانچویں نشست ہے یعنی آج جناب مخدومہ کونین والدہ حسنین زوجہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے سلسلہ میں جو ہم پرسداری کا اہتمام مخدوم سید محمود الحسن شاہ صاحب سید علی حیدر شاہ صاحب سید اسد عباس شاہ صاحب کے زیر اہتمام یہ جو پرسداری ہو رہی تھی آج وہ اپنے آخری مراحل میں ہے دعا ہے کہ آل محمد کا خالق صدات عظام کی یہ سید جمیلہ یہ ماتمداری یہ آزاداری یہ نوحانی یہ مجالس
میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے سادات و مومنین موسم کی شدت کو پس پشت ڈال کر صفحہ عذاب پہ تشریف لا رہے ہیں، میرا مالک بحق چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی حاضری کو میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے سادات مومنین بیمار ہیں، آل محمد کی عزت کا صدقہ، جناب سجدہ کی ذکر کا صدقہ، میرا مالک سب کو زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائے. جتنے سادات مومنین بے اولاد ہیں، پاک سجدہ کی پاک طہارت کا صدقہ، میرا مالک سب کو اولاد نرینہ سے نوازے. جو جو مومنین مومنات جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، میرا مالک آل محمد کی پاک عزت کا صدقہ، اس ذکر پاک کا صدقہ، میرا مالک سب کو اپنے گھر عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند سلام. آج انشاءاللہ العزیز ٹھیک چند لمحوں کے بعد ذاکر اہل بیت جناب ذاکر اسکر علی روحانی صاحب، ان کے بعد قاری القصائد ذاکر کامران عباس بی اے صاحب، ان کے بعد انتہائی معزز و محترم منقبت خان جناب ماسٹر سید محمد حسین شاہ صاحب، ان کے بعد بحر المصائب ذاکر ملک علی رضا کھوکھر صاحب، اور ان کے بعد انشاءاللہ خطیب ملت جعفریہ مفسر قرآن سرکار علامہ علی ناصر حسینی صاحب، وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ بعد از مجلس عظام آتمداری ہوگی، جس میں ملک پاکستان کے نامور نوا خان جناب سید فرحان علی وارث صاحب اور جناب زبار قربان حیدر جعفری صاحب وہ نوا خانی پیش کریں گے. آج کا سلسلہ مجلس، سلسلہ ذکر، میں پہلے مداحان کو ممبر دے رہا ہوں، انتہائی واجب الاحترام ذاکر اہل بیت جناب ذاکر محمد اسماعیل صاحب، وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، ان کی آمد کریں مل کے باواز بلند سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت دے دشمناں تے لعنت، بی پی پاک دے دشمناں تے لعنت، درود پر آل محمد تے. لو جی، ہوا دا تے چراغ دا جوڑ کوئی بھی نہیں. چراغ جلدا وے، ہوا چلے تے بجھدا، تے اے تساں سننا ہے. میں مطمئن ہوں شاہ کربلا کے ہوتے ہوئے، میں مطمئن ہوں شاہ کربلا کے ہو میں مطمئن ہوں
چاہے کربلا کے ہوتے ہوئے میرا چراغ جلے گا ہوا کے ہوتے ہوئے یہ آئینہ بھی ہمیں کربلا نے بخشا شاہِ کربلا کے ہوتے ہوئے ہمارے گھر سے کبھی برکتیں نہیں جاتی ہمارے گھر سے کبھی برکتیں نہیں جاتی بڑا سکون ہے حدیث قصہ کے ہوتے ہوئے بڑا سکون ہے حدیث قصہ کے ہوتے ہوئے آخری فقرہ جی جینا میں جان کی حسرت بہت کی دل نے علیم خیال چھوڑ دیا کربلا کے ہوتے ہوئے میں مطمئن شاہِ کربلا بلا کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب ذاکر حسن رضا صاحب وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں صلوات باواز بلند دعا ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات کلہ و علی آبائی فی حدہ ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و انہتات اسقینہ و ارزقتم و تمتیم فی ہا و طویلہ یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد صلوات رکھ سر مڈ سینے تے دکھ پیو کو سنے دیاں رکھ سر مڈ سینے تے دکھ پیو کو سنے دیاں میں زخمی تھی گئیاں بابے گڑسیں دیاں رکھ سر میڈے سینے تے دکھ پیو کو سنے دیاں میں زخمی تھی گئیاں بابے گڑسیں دیاں بی بی پاک فرمان دے بابا تیڑے قاتل نے میں کو اتنا مارا ہے میڈی دید بھی مک گئی ہے ہر پاس اندھارا ہے کان دکھ دینے سمن ویلے پہنچارے لیں دیاں ہولے ہولے زحماتوں میں ہون پجھے دیاں
حضرات محترم